السلام عليكم ورحمة الله. أسئلة التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي، أسئلة المتابعين راح نحلها وياكم. طبعا امتحنوا بيها اليوم نهاية السنة يوم الثلاثاء 2/5، يعني امتحان اليوم. القرآن الكريم عليه 30 درجة. سؤال الأول: أجب عن أحد الفرعين الآتيتين. أولا: أكتب من سورة القلم. طبعا سورة القلم موجودة صفحة 22، أو فرع باء سورة البلد صفحة 78. السؤال الثاني: أعطي معاني خمسة من الكلمات الآتية: ليبلوكم، ليختبركم، وما يسطرون، وما يكتبون في السطور. حل: مقيم، مشفقون، خائفون، حسير، عاجز. في كبد، في تعب وشدة. سؤال الثالث: فسر قوله تعالى: قد أفلح من تزكى. هذه طلعوها صفحة 62، صفحة 62 مال سورة الأعلى. قد أفلح، قد أفلح من تزكى. شو تقولون؟ صفحة 62، خاف ما تلحقون وياي. سيفوز برضا الله وجنته من طهر نفسه عن أعمال السوء وذكر الله فعبده وصلى لربه. زين، شنو عندنا؟ سؤال التربية الإسلامية. سؤال الرابع ألف: حديث النبوي الشريف في التوبة. سؤال الرابع ألف، صفحة 88 الحديث مالت التوبة. زين، يقول لك باء: ما معنى التوبة؟ ما معنى التوبة؟ خلينا نطلعها صفحة 88 الحديث والتوبة. الحديث يقول لك صفحة 88، شنو يقول معنى التوبة؟ يقول لك التوبة إن الله، شنو نقول؟ يقول لك ما معنى، والله ما معنى التوبة. التوبة تساعد الإنسان الخاطئ على إصلاح نفسه وترك الأعمال السيئة. إن الله يحب الإنسان الذي يتوب ويطهر نفسه من الذنوب كما يطهر ثوبه من القذارة. هاي التوبة. فيجب على الإنسان التوبة إذا عمل معصية، فالله تعالى يغفر الذنوب. سؤال الخامس: أجب عما يأتي. أولا: لماذا سمي القرآن معركة بدر بيوم الفرقان؟ ليش؟ أقول له لأن هذه المعركة فرقت بين الحق والباطل. ثانيا: ما معنى سن التكليف؟ سن التكليف آخر صفحة موجودة، صفحة 94. يقول لك سن التكليف هي السن التي يكون فيها الإنسان مكلفا بإداء العبادات ويحاسب على تركها، والفتاة تبلغ سن التكليف عند إكمال التاسعة، موجودة صفحة 94. زين، لماذا حرم الله ثلاثة؟ لماذا حرم الله تعالى بعض الأشياء والأعمال؟ هذا موجود صفحة 88، صفحة 88. يقول لماذا حرم؟ أقول له حرمها الله علينا لأنها ضارة بالمجتمع وبالفرد وبالدولة. سؤال السادس: املأ الفراغات. أولا: استمر نزول القرآن في مكة سنة 13 سنة وحدة الإسلام بين قبيلتي الأوس والخزرج. ثلاثة: الإيثار. بالفراغ الثالث: الإيثار هو أن تقدم غيرك على نفسك لسد حاجته. أربعة: وقعت معركة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة. خمسة: يرجع نسب النبي أيوب إلى النبي إبراهيم عليه السلام. ستة: كان أهل المدينة يسمون مصعب بن عمير بالمقرأ. هاي عيني إسلامية اليوم امتحنوا بيها المتابعين خامس ابتدائي.